تعرف كيف شكايا وكنت ما جافيتني مرة مرحبا بكم مره ثانيه مشاهدي الاعزاء، وبرحب بالضيف العزيز الاستاذ بشرى. بشرى، نحن سعداء جدا انك تكون معنا في هذا المساء ونشوف اغنيه هذا المساء. اشكرك على حسن استقبالك، يعني دائما بتشعرني به وانه انا يعني جدير بانه انا اتحدث عن هؤلاء الناس بحكم البيئه التي نشات فيها. ولو كان غيري في هذا المقعد من ابناء حي العرب لتحدث احسن مني وكان جديرا. هذا تواضع يعني من حيك نعم، لانه حي العرب مليئه يعني بافراد واشخاص كثيرين جدا جدا انا بحييهم في هذا الشهر المبارك. وما زال الحديث يتواصل عن الراحل المقيم محمد احمد عوض وعن أسراره في أغنياته اللي ألفه وأغنياته اللي أداها. لو كنت تعلم بالحاصل، دي أغنية محمد أحمد عوض في الأغاني اللي ألفها، هي طبعا من تأليفه، دائما يعتمد على الحوار. من الحوار يخلق شطرة، ومن الشطرة يعني يعمل مربع. ده سر أستاذ بشرى؟ ده سر يعني كامن في محمد أحمد عوض. شوف محمد احمد عوض من الاسرار اللي مكونه فيه تركيبته البيولوجيه نفسها. شفت كيف خلقت؟ يعني بـ 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 بطريقه كده ربنا سبحانه وتعالى يعني ادخل فيها مواهب، لانه هو الخالق البديع. انا يعني حكى لي الاستاذ عبد الرحمن صالح وهو شاعر اغنيه توبه يا احباب، اللي هي الاغنيه التي كانت يعني معبر الجسر من القناء بتاع الحقيبة إلى القناء الشعبي. برضو ده كان سر مهم جدا جدا، لكن الظروف ما سنحت لنا إنها تؤدى، لكن إن شاء الله تؤدى في وقت ثاني إن شاء الله في برنامج آخر. محمد أحمد عوض من أسراره في هذه الأغنية، في هذه الأغنية يعني يدور الحوار بينه وبين الناس العامة الببليك. نعم، في السوق، في الحي، في الشارع، في كده. يعني زي ما ذكرنا في حلقات سابقة إن الناس تتحدث بمفردات فيها محسنات لفظية. يعني عندنا واحد صاحبنا في الحلة اسمه الرئيس، تقول لك زيك يا رئيس، يقول لك أهلا يا كويس. نعم، تحية ذاتها فيها سجع كده ونوع من المقابلة، التقفية. من التقفية يعني من البديع. نعم، فمحمد أحمد عوض جاءت الموهبة في كيفية تكوين المربع الشعري. نعم، في هذه الأغنية موجودة. في هذه الأغنية وكل أغانيه اللي ألفها. نعم، ولكن كان له شركاء. نعم، من أسرار هذه الأغنية، ومن أسرار بدايات محمد أحمد عوض نفسه. نعم، يعني هو بدأ ثنائي مع عبد الوهاب الشهير ببريجع. بدأ معاه ثنائي وكانوا بغنوا مجاني اقتداءً بأساطير فن الغناء السوداني الأوائل، ناس سرور وكرومة ولا من برهان، ما كانوا بياخذوا قروش إطلاقا. وكانت تأتي إليهم بعض الرسائل في أوراق يعني صغيرة من بعض المعجبات، عبارة عن تحيات كانوا من الرسائل اللي يخلقون ردود. نعم، في شكل مربعات غنائية وتؤدى في حفلات، ومعروف يعني من سر الأشياء يعني في رمزيات. نعم، الأسئلة شو الموجود في هذه الأغنية؟ شنو خلاها جميلة وبارعة؟ خلاها جميلة إنه أنا الحياة يمنعني في الحقيقة، باعتبار إنه أنا واحد من أبناء الحي، يعني ممكن نرمز لها ونرمز لها بأشياء. نعم، يعني نعم، لكن يعني في الاستماع
واللبيب بالإشارة يفهمه. نعم. يعني في أشياء واردة هي مسميات. نعم. والله يعني القصيدة بتقول شنو؟ أعفيني من المسألة. هي بتقول شنو يعني عشان نحن يعني لا أنا إذا ذكرت منها أي حاجة فيها حاجة رمزية وهنالك هي أزان. متبنت لا بد إنه أيوة. نعم. هي أذان لها يعني. تسمع أنا ما أقدر أصرح بها. نعم. على الملأ من هنا يعني. نعم. لكن يعني كانت معروفة وفيها من هم أحياء وفيهم من ذهبوا إلى يا ريت نعرف هو شنو يعني ما شرط الأسماء يعني هي محاورة في شنو بتقول يعني يعني مثلا يقول لك يا أمير قلبي. نعم. يعني المقصودة مثلا تكون فمعجبة اسمها أميرة. نعم. شفت كيف؟ نعم. لكن أنا هنا يعني في أشياء معروفة نحن لازم نعرف السيرة يعني أتحفظ عليها. نعم نحن ما لازم نعرف الأسماء لكن السيرة الخلاحة يعني مثلا زي شنو؟ يعني أنا أستشهد لك بقصيدة ثانية كان نعم. المفروض غناها أحمد أحمد عوض ولكن أخيرا اكتشفت إنها أغنية وترية غناها صالح سعد. غاب عن عين الربيع أكماله الربيع أنت وإنت جماله. نعم. غاب عن عيني ربيع أكماله. نعم. الربيع أنت وإنت جماله. ربيع وربيع قدالي توائم. ربيع وربيع. ربيع وربيع. نعم. هاي بعدين بدخل جوا بيقول فيها بيقول فيها يا 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 زهر يا نظير يا 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 قمر يا منير يا زهر يا نظير. نعم. دي أغنية فيها مسميات. لكن في هذه الأغنية يعني الجمال فيها هي أغنية غزلية. هي أغنية غزلية. نعم. هي جمال يعني في هذا أيوة. الغزل يعني هو شخص بيرسم فيها جماليات اللي هي شنو يعني جمالياتها يعني من جمالياتها الأوصاف اللي جات بطريقة يعني تكاد تكون عفو الخاطر. نعم. بمجرد ما جات المعجبة في تفاهم معين سواء كان بيع أو شراء أو مقابلة في الشارع. أنا في الحقيقة داير أقول لك سير من أسرار التعامل الاجتماعي في حياة العرب هنالك نوع من الحياة البريء. شفت يعني هو ده الجمل هذه الأغنية. هاي يعني, يعني مثلا الليلة إحنا في حياة العرب العشر عندنا كأنها قرابة. نعم. الجوار كأنه قرابة والنفاجات دي كانت الجسور التي تعبر منها كل واحد الأخلاقيات يعني. ويعبر منها الجود والكرم ويعبر تعبر منها المواعين. نعم. التي تساعد الآخرين وده كل وارد. نعم. يعني الأغنية دي قالت في إحدى الفتيات أو في إحدى النساء أكيد محمد. نعم. أحمد عوض غناه كله في يعني المعجبات يعني يمكن يكون في بيع يمكن يكون وفي بعض من أهله بطريقة بريئة. نعم. زي عبد الرحمن الريح في أغنية من أغانيه وعمل لها بالتخته. نعم. شفت كيف والدليل على ذلك إنه في 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 كسرة الأغنية دي بيقول لها كل من علي شاهد إني بروحي فيك مساهم يا حبيبي طبعا أنت فاهم. ده إثبات الخؤولة. نعم نعم نعم. كل من علي شاهد إني بروحي فيك مساهم. نعم. الحب يا حبيبي طبعا أنت فاهم. دي لعبة تخته. نعم نعم. يعني نعم. لك أن تتخيل إنه الشاعر بكل هذه العبقرية وكل هذه المحسنات يعني لقى بتخته نايمة أو قايمة من النوم قال لها الزهور صاحية وانت نايم داعبت شعرك النسايم وأيغظت صوت الحمايم. يعني جمال الأغنيات في هذا الحب العذري والبراء وكتابته يمكن في لحظة عفوية ما زي ناس زي ابن الفارض. نعم. زي ابن الفارض يعني كان يبدأ الأغنية بغزل. نعم. شفت كيف ثم يبدأ في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن بنحييك صلى الله عليه وسلم. نحن بنحييك أستاذ بشرة وبنشكرك كثير وأهلا ومرحبا بك دائما معانا من خلال سر الغناء. كتر خيرك. نعم. شكرا.
حنيت لي عذابي كنت وريتني الحقيقة لو كنت عالم باللي حاصل وكيف بلاك أنا لو كنت عالم باللي حاصل والله هيدا العزاء. كنتم معنا من خلال سر جديد من أسرار الغنى السوداني وهذه الأغنية الغزلية العفيفة اللي عفوية، ونحن بنحييكم كثير وحتى نلتقي في حلقة أخرى من حلقات سر الغنى. دائما لكم أحلى تحية.